السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف في برنامج اورنج ازاي نصر المعلومات وننظمها. فانا هقول له مثلا عايز فايل. فايل هنا بتبدأ تختار ايه الحاجة اللي انت عايز تظهرها. ممكن تجيب ملف اكسل يكون فيه بيانات الشركة وتبدأ تستخدم وتنظم الملفات بتاعتك. ممكن يقول لك والله احنا اكتشفنا ان مثلا الناس اللي ساكنة في مكان بعيد بتأخروا وهكذا. من خلال بيانات وتنظيمها تقدر توصل لنتائج. يعني ممكن توصل مثلا ان المكان الفلاني فيه اكبر نسبة اصابة مثلا بالكورونا نتيجة لسبب كذا كذا كذا. فده فكرة ان احنا بننظم البيانات. طيب هقول له داتا تيبل اهوت واقول له زرهم لي. فالجدول ظهر معايا هنا. طيب انا عايز هنا مثلا اقول له تري فابدأ انظمهم على هيئة شجرة بالشكل دوت. طيب عايز اشوف الشجرة فهقول له تري فيور بالشكل دوت واقول له اظهرها لي بالشكل دوت. هياخد كل الموديل ويبدأ يحطه في الشجرة بالشكل ده. طيب هقول له اوكي افتحها ظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايزهم مثلا 2 ليفل او عايزهم 3 ليفل او unlimited زي ما يجي معاه. والادج هيبقى مثلا fixed او relative والتارجت كلاس ممكن بروتيس او راسب او ريبو بالشكل دوت. ممكن ابدا اظهرهم مثلا على سكاتر بلوت بالشكل دوت اهو. فهو هيبدا يظهر لي السيلكتد داتا. تمام هنا ما ظهرليش حاجه خالص لان انا لسه ما عملتش سيلكت. فلازم اجي هنا وابدا اعمل سيلكت مثلا على ده الجزء دوت فيبدا يظهرهم لي كلهم. طب لو عملت الجزء ده يبدا يظهر الجزء ده بس اهو بالشكل دوت. اللي انا عامل سيلكت بس عليه هو بس اللي هيظهر معايا هنا. ممكن تقول لا ده انا عايز الداتا كلها.